اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم النص الثاني. ما زلنا معاكم في برنامج النص الثاني بنستعرض العديد والعديد من القضايا اللي تخص وتهم كل بيت مصري وخصوصا علاقه الرجل بالمراه. النهارده موضوع برنامجنا موضوع شيق جدا، ولكن قبل ما ادخل في موضوع برنامجنا ضروري ارحب بالنجمه المتالقه اللي معانا الزميله العزيزه جيهان علي المستمره معانا للحلقه الخامسه على التوالي في برنامج النص الثاني، وكانت ورده جميله ونورت البرنامج وان شاء الله تستمر معانا لغايه نهايه الموسم. اهلا بك يا جيهان. اهلا بك يا محمد، منوره البرنامج وان شاء الله باذن الله اتمنى تكون تجربه موفقه وتكون انت تمثلي اضافه كبيره للبرنامج او لاي برنامج على شاشه التلفزيون. شكرا جدا يا محمد. بذوقك وباخلاقك وبمهنيتك وباجتهادك، وعايز اقول لكم يعني استاذه جيهان النهارده كان ليها دور ونصيب الاسد في اعداد الحلقه، يعني يعتبر هي اللي عملت اعداد الحلقه بالكامل من البدايه للنهايه مع مساعده من فريق الاعداد، مش العكس، مش فريق الاعداد اللي عمل الاعداد وهي ساعدت، لا ده هي اللي كانت عامله الاعداد بشكل كامل، مشكوره يعني. يعني فتح الله عليكي صراحه في الاعداد بتاع النهارده، وان شاء الله تكون حلقه موفقه باذن الله. احنا قلنا موضوع حلقتنا النهارده هيكون موضوع شيق وهيكون بعنوان ما الذي تحبه المراه في الرجل، الستات بيحبوا ايه في الرجاله؟ خلينا نبدا في اول صفه من الصفات اللي بتحبها الستات في الرجاله مع زميلتي جيهان علي. اول حاجه طبعا انا قلت لك من الاول الحلقه دي بجد يعني كتبت كل حاجه فيها من جوايا، يعني كتبت كل اللي بتحبه فعلا اي واحده في الراجل. طبعا مما لا شك فيه اي اول حاجه الصدق. الصدق ده صفة من صفات أولا الرجول عشان نبقى إيه نبقى متفقين مع بعض، يعني ما فيش راجل بجد اسمه راجل بحقه حقيقي إلا ما بيكون بيتصف بصفة الصدق فعلا. وكمان دي صفة من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، كان دايما قبل ما تنزل عليه الرسالة كان بيلقب بالصادق الأمين. فالصدق دي يعني عارف معناها كبير قوي بالنسبة للست لما بيكون قدامها الراجل بجد عنده حتة الصدق. أولا يعني أول حاجة مش هيلف ويدور عليكي بالكلام، ورجالة كلهم بيلفوا ويدوروا دلوقتي أو كتير منهم عشان الرجالة ما يغتالونيش لا والله يعني في منهم برضو اللي عنده أخلاق بيبقى وعنده حتة الصدق، ده بجد بيبقى مريح جدا في التعامل معاكي. يعني أنا مش عايزة بقى أكلمك أنت بصغة، يعني أنا عايزة أكلم بصغة إيه يعني المشاهد. اي واحده لا اي واحده بتبقى بتتمنى شريك حياتها لازم يكون عنده حته الصدق. يعني اول حاجه يعني حتى في تعاملك معاه يعني بعد الجواز اتاخرت ليه، بتبقى الحاجات دي كلها عايزه راحه نفسيه، ما يقعدش بقى يلف ويدور اصل كنت كذا اصل العربيه عطلت فرحت وصلت صاحبي. بس الاختراعات دي بقى اختراعات كتير وبتبقى ملهاش لازمه ومش مريحه. مره واحد صاحبي ايام الجامعه يعني كان بايت بره، هو احنا طلبه ايام الكليه كان بايت بره، فبيقولوا له كنت بايت فين يا حازم بدون ذكر اسماء مش عايزين نقول اسمه، فبيقولوا له كنت بايت فين يا حازم، فقال لهم اصل محمد نجم والده توفى واحنا كنا في العزاء والكلام ده، فمامته مشكوره اتصلت بالبيت عندي عشان تعزي، فبتسال لهم ايه ده ما حدش توفى ولا، قلت له حازم طب بتكذب كذبه، طب قول لي عشان اغطي عليك لا وكذبه كبيره يعني. كذبه مش سهله. فهي بتبقى يعني حته الصدق دي احنا مش عايزين نعليها اكتر من الموده والرحمه، هي عشان نوصل للموده والرحمه ما بين الازواج لازم يكون في حته الصدق ما بينهم. طبعا اول ما بيبقى موجود الصدق والموده والرحمه بتيجي بيبقى عارف العلاقه نور على نور زي ما بيقولوا، فبتبقى العلاقه كلها وتكتمل بالموده والرحمه الحقيقيه لما يحس ان في صدق وامانه في التعامل. ايوه مظبوط. طيب يعني الصدق والامانه اللي انت اتكلمتي فيهم واللي هم صفه مهمه جدا يا جيهان خدوني لنقطه اكدنا عليها وبناكد عليها وهناكد عليها في برنامجنا النص الثاني، لازم تكون موجوده سواء في الراجل او في الست. وحس ان احنا بنتكلم دلوقتي عن الصفات اللي بتحبها المراه في الراجل، احنا عايزين نتكلم عن صفة مهمة جدا 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 وهو ان هو يكون شخص ذو اخلاق، ذو اخلاق قويمة، يكون ما يكونش لاعبي، ما يكونش بقى زي ما قلنا بقى كذاب، ما يكونش ملاوع، ما يكونش ما يكونش ما يكونش، يكون امين في التعامل، يكون. فالاخلاق دي زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. فالاصل والاساس في ديننا صلى الله عليه وسلم، الاصل والاساس في ديننا ان يعني اللي هو الاخلاق، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يعني الرسول قال لك انا الهدف من بعثتي ان انا اكمل الاخلاق واتمم مكارم الاخلاق، يعني اعلى واعلى درجات الاخلاق.
فانت ضروري ضروري اي واحده بتحب في الراجل الاخلاق، اللي يكون ملتزم في تعاملاته، واللي يكون امين، اللي يكون صادق. الاخلاق دي بقى باب كبير قوي، ويمكن لو شفتوا في كتب الفقه الاسلامي تلاقوا في مجلدين بيتكلموا عن المعاملات وعن الاخلاقيات وعن تعاملات الناس والبشر بينهم وبين بعض، واول مجلد بس في الفقه اللي بيتكلم عن العبادات. فاحنا ديننا لو قعدت تصنف الفقه بتاعه هتلاقي تلتينه معاملات واخلاقيات وتلته بس هو العبادات. فضروري ضروري موضوع الاخلاق ده. ايه تاني بتحب الراجل في الست يا الامانه جي؟ طبعا زي ما لسه احنا لسه قايله لك ايه، الرسول اتصف كان الصادق الامين. يعني قلنا الصدق، الامانه دي بقى انا بجزئها لنوعين، في امانه معنويه وامانه ماليه. هي ممكن لو حد تاني عايز يقسمها زي ما هو عايز يقسمها براحته، بس انا عايزه رؤيتك ليها كده. انا رؤيتي ليها امانه يعني ماديه ومعنويه. طبعا ماديه دي هي يعني لو كنت مثلا يعني عندك مال، عندك بيبقى بجد حريص وبيحفظ فعلا مالها، ما بيكونش خاين للامانه فعلا. يمكن في ازواج كتير، مش عايزه اقول كتير يعني، بعض منهم بيبقوا مش كويسين في الموضوع ده. يعني ممكن يضحكوا على الواحده، ياخدوا منها الفلوس، دي كلها بتبقى حركات بجد يعني، وبيسقط من نظرها مع ده بيسقط خالص. أيوه. يعني حتى لو كانت بتستمر العيشه معاه بتبقى والله غصبا عنها. مش يا ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتاجر للسيده خديجه في مالها ويحفظه. ايوه. طبعا الامانه المعنويه دي بقى يعني بيبقى بجد امين وحفيظ فعلا عليكي. بيحافظ عليكي في كل حاجه يعني. حتى انت قاعده معاه كده بتبقي حاسه بالامان والطمانينه معاه. أيوة. بالامان والطمانينه معاه. يعني عندك مثلا موقف، مثلا لو الواحده بتبقى خارجه بره البيت وكده، عارف ما تقولش مثلا هو هيخاف عليها علشان ده جوزها. لا، في ازواج بجد ولا في دماغهم. أيوة. عادي هي لوحديها، عادي في ساعه متاخره ولا في دماغه. ممكن يقول لك مش محافظ عليها كفايه. لا، ممكن يقول لك ايه، انا قلت لها ما تنزليش، هي المصممه تنزل. أيوة. ما عندهوش حته القلق الحميه ايوه لا انا اقلق عليها في المشوار ده، لازم ابقى معاها، ابعت معاها حد. فده بيبقى مع ان ضروري. النخوه والرجوله دي اساسيه حتى يعني في الجاهليه من قبل الاسلام، يعني كانت اساسيه. والناس وفي الحديث بيقول الرجل لا يدخل الجنه ديوث، الرجل الذي لا يغار على عرضه، اللي دمه مش حامي وبيخاف على عرضه. ويمكن انا عايزه اقول حاجه برضو للساده المشاهدين، اللي بتخلينا بنحس قوي على الموضوع ده وبنقعد نكرر ازاي الواحده تختار الراجل الصح، ازاي تختار شريك حياتها، بسبب بجد نسبه الطلاق اللي زادت. يمكن في ناس تقول لك الكلام ده معروف. يعني في واحده هتاخد واحد، بتحصل وبيتغاضوا عن الشروط دي وما بيبقوش بص لها. أيوة. بيكونوا باصين للماديات قوي، باصين الشقه مساحتها قد ايه، ايوه هيجيب لها ذهب بكام، عنده عربيه ولا لا، الشقه موجوده في مكان ايه. يعني هو ده اهتماماتهم، وانا عايزه الاهتمامات دي بجد تتغير. ايوه. يمكن نعمل تبدل في المهام. يمكن في بنات والله امبارح على الفيس وكده شكروني جدا على بيقولوا احنا بنتفرج. معانا مداخله تليفونيه. طب يا ريت نجهز المداخله التليفونيه. ماشي، اتفضلي. بقول لك البنات امبارح والله بقوا يشكروني، يعني اللي هم مقبلين على الزواج وكده، بيقولوا لي انت بتخلينا نبص بمنظور تاني. انا الكلمه استغربت لها، كلمه منظور تاني، حسيت ان فعلا البنات اللي في سن صغير مقبلين على الجواز بيبقوا باصين للجواز بطريقه تانية خالص. يعني ما بيتكلموا، يعني مش مهتمين بجد باللي احنا بنقوله. فستان وطرحه لا، والشقه مكانها فين. أيوة. ومساحتها أيوة. قد ماديات ايه، ماديات وبس. طب معانا مداخله تليفونيه. استاذ مصطفى معانا على الخط. ايوه يا فندم حبيبي، ازيك يا نجمنا الجميل، معانا النجم الجميل. والله انت جميل. المطرب الرائع مصطفى يوسف اخونا الغالي، اللي كان ضيف شرف حفل ختام الموسم الخامس، الحفل اللي عملناه يوم 3/9 على الباخره السياحيه فيرست لاف، وكان نجم متالق في الحفله زي ما عودنا دايما. ومصطفى يعني بيأسس جمعيه لمحبي الفنان محمد فوزي، ويعني هو يعني احنا بنتكلم عن الاخلاق والحاجات اللي الراجل بيحبها في الست، بصراحه مصطفى نموذج للاخلاق والشياكه والاحترام في التعامل. اهلا بك يا مصطفى. اهلا بك يا استاذ محمد، واهلا بضيوفك واهلا بمستمعيك الكرام.
حبيبي احنا بنتكلم عن الحاجات اللي الست بتحبها في الراجل، ايه رايك في الموضوع ده؟ تفتكر الست بتحب ايه في الراجل؟ والله هي تحب المصداقيه طبعا، وتحب انه يحبها اكتر من اي حاجه في الدنيا، وانت عارف طبعا دماغ الستات الجميله يعني. لا ما تتكلمش احسن معانا استاذه في الاستوديو هتضربنا. لا 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 هم فعلا الستات زي ما تقول ايه، نتغزل ده، احنا نتغزل في الستات. هي الستات فعلا يعني مش عايزين نقول طماعين، بس شرهين للمشاعر وبيبقوا عايزين اهتمام جامد، ولا ايه رايك يا جهاد؟ طبعا هم يستحقوا. طب سمعنا بقى حاجه مصطفى بقى، يعني حاجه اقول له بقى لمحمد فوزي طول ما هو. طب اطلبي انت يا جهان، اطلبي. عايزين نسمع حاجه حلوه كده من صوت حضرتك لمحمد فوزي. يا سلام، ربنا يخليك. طبعا يبقى لازم نتغزل في الست طبعا، والمراه الجميله، فنغني لها بقى. مال القمر ماله ما جينا مال القمر ماله ما جيناش على مثاله، مال القمر ماله وقلبي متربي على العلم يا عملت كافية أشوف أنتبه وتقع على أهلي بالألف والمليان أستنى ريت ولا همه ولا همه ويرن خل خاله ويرن خل خاله وجريت ورا عمه ورا عمه وبصي اتخاله بصي اتخاله مال القمر ماله ما جيناش على باله، مال القمر ماله ما جيناش على باله، مال القمر. الله عليك يا درش، الله عليك يا استاذ مصطفى، ما تحرمش من ذوقك ابدا وسعيد جدا. هو احنا ليه يا استاذ محمد ما جيناش على بالي؟ لا ده انت على بالي وعلى قلبي وعلى روحي وحبيبي، وانت عارف حبيبي بشكرك جدا. عجب الامارات عندك؟ طبعا طبعا عجب. قول له صوته بجد والله العظيم ممتاز. حبيبي يا استاذ مصطفى بشكرك شكرا جزيلا، وعلى لقاء قريبا تنورنا في الاستوديو باذن الله. يا حبيبي اشكرك حبيبي، في رعاية الله، باي باي، مع السلامة. نرجع تاني لموضوع الحاجات اللي بتحبها المرأة في الرجل، وحاجة مهمة جدا من الحاجات اللي بتحبها المرأة في الرجل ان هو يكون عنده حكمة وحسن تصريف، ان هو يكون متحمل المسؤولية، يعرف اي موقف يتصرف فيه، وهو ده الراجل الحقيقي، الراجل الحقيقي اللي تحطه في اي موقف يعرف يتصرف. في مشكلة مثلا، في احيانا لازم تشد واحيانا لازم ترخي، في مثلا بتطلب منك حاجه. ازاي يا محمد بقى هي تكتشف اللي هو عنده الحكمه دي؟ ما في المواقف بقى. يعني تقول له مثلا، تساله كده، تستشيره في نقطه، يبقى في مشكله مثلا وتاخد رايه فيها، هيبان وهتحس اذا كان عنده حكمه ولا لا. ايه تاني؟ لا بيبان من المواقف. يعني انا بنكشك بس، انا عارفه هي المفروض يعني تبقى من تعاملها معاه فتره الخطوبه بتبقى شايفاه ان هو في اي مشكله بيعرف يحلها فعلا. أيوه. اللي ما بيعرفش يعمل التصرف ده خلي بالك يعني هيبقى بينكش لها على اي خناقه. ايوه طيب احنا معانا 7 دقائق. أيوه. الصفه اللي بعد كده التسامح بقى. التسامح ده يعني صفه بجد من الصفات اللي بتبقى لذيذه جدا مع شريك حياتك. يعني بتبقى بصي مش بتبقى قدام اي مشكله، لما بتيجوا تتخانقوا مع بعض، لما بتيجي حتى تيجي على نفسك وتصالحيه، يعني كلمه تيجي على نفسك لان بيبقى اوقات كتير الراجل بيبقى هو السبب، عشان تبقى عارف يعني. أيوة. واخد بالك؟ دي حقيقه. والست على فكره بتحب الراجل اللي يزعلها ويجي يطبطب عليها ويصالحها. ايوه ويصالحها، يقول لك انا غالي عنده. عارف بقى لما بتيجي هي تيجي تصالحه وخلاص وعايزه تمشي الدنيا وكده، يجي لك هو ايه
بكلمه واحده بتخليها بقى ايه تقفل. أيوة. انا عمري ما انسى اللي انت عملتيه. يا لهوي ابو قلب اسود ده. لا لا لا, لا بيبقى وحش جدا. لا ويفتكر لها حاجات بقى ايه من زمان من ايام الخطوبه. أيوة. ولو هم عارفين بعض من قبل الخطوبه يعني يعرف لها حاجات مثلا من قبل ما يعرفوا بعض من قبل ما يعرفوا بعض. اه والله يقعد يقول لها ايه فاكره لما حصل كذا. أيوة. ده انا عمري ما انسى ابدا. أيوة. فبتلاقيها هي بقى ايه مره في مره طول ما انت مش بتنسى خلاص بقى يلا ولا صالح ولا اي حاجه. طيب صفة كمان من الصفات اللي يمكن بتحبها المرأة في الراجل، الراجل المنظم. وأنا قلت قبل كده وبقول وبأكد إن أنا في خمسة مش بحب أتعامل معاهم: المهمل، الكسول، البخيل، المتطفل. وبنتكلم النهاردة عن الرجل المنظم. فأنت الرجل المنظم ده يعني منظم في بيته، بينظم بين وقته بيته ووقت شغله وبين الوقت يقعده مع أولاده، في نفس الوقت منظم في البيت. بتحب الست مش بتحب الراجل اللي يبهدل لها الدنيا على طول وينزل يقلع الجاكيت بتاعه في الريسبشن ويرميه والشماعة تبقى متعلقة مش عارف فين والشوز مش عارف فين لا لا الست بتحب الراجل المنظم اللي هتساعدها بالمرة. بالظبط. أيوة بيساعدها بس في نفس الوقت ما يبقاش نمقي بقى وقفلها على الغلطة. آه دي اتحركت من هنا دي. أيوة لا كنت حاطط القلم ده هنا بقى كده. لا 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 ده بيبقى خنيق يعني. ده بيبقى خنيق. أيوة. طب ايه تاني بتحبه الست في الراجل يا جهيل؟ الراجل الكريم. يعني بجد طبعا. بص هنا برضو الكرم هنا بيبقى كرم معنوي وكرم مادي. الكرم المعنوي اللي هو فعلا يكرمها ويكرم اهلها. انا ليه باكد لك على كلمه اهلها؟ بحس اللي هو بتفرحها وبتكبر بخاطرها من ناحيه هو كرمه لاهله دي بتبقى خلاص دي معروفه بيكرم اهله ده الطبيعي اللي احنا بنشوفه. لكن الحلو بقى اللي هو الغير العاده بقى لما يجي مثلا يعني ضيوف عندهم وخصوصا حاجه تخصها هي اهلها تلاقيهم بيكرمهم. يعني حتى في مثل يقول لك ايه غديني لقيني ولا تغديني. ايوه تعاملني يعني باسلوب لطيف وشيك ولا تاكلي اكله يعني جامده لا قابلني الاول مقابله حلوه. فده بقى يعني بجد بيبقى طبعا الكرم الثاني المادي ان هو ما بيستخسرش فيها حاجه خدش عليها في حاجه. أيوة. يود اهلها. ايوه ده فاكر لما قلنا صفه الراجل الست ما بتحبش الراجل البخيل. ايوه دي حقيقة. ايوه لان فعلا بص الراجل الكريم ده بقى انت قلتي يعني حتى هيستخسر فيك الابتسامه احسن تطلبي منه طلب. والله بيبقوا يعني خايفين قوي. فده بقى عارف يعني يكرمها بقى ماديا ومعنويا يديها كل اللي عنده حق اللي يقدر عليه. أيوة. وطول ما هي حاسه ان ده واذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. ايوه فالحلاوه بقى هنا اهو عشان توازن ما بين الاثنين لازم هي ما تكونش طماعه. أيوة. لان لو حس فيها ان الطمع هتلاقيه ولازم هو يكون منطقي في متطلباته برضو لو بيطلب منها حاجه هو لازم هما الاثنين يكون فيها حته التوازن. يعني انت ما تبقيش لو حس ان انت طماعه هتلاقيه يقول جواه ده انا مهما اديها مش هيملى عينها. ايوه طب هما بيقولوا لي بقى 3 دقايق فانا هدمج نقطتين مع بعض. انا بتكلم عن الرجل اللي بيهتم بالجوهر وليس المظهر وبتكلم عن الست بتحب في الراجل الدعم والتشجيع. انا هقول لك نقطتين دول وبعد كده انت اختمي بالراجل المنطقي في متطلباته. طب احنا بنقول الراجل بيحب او الست بتحب الراجل اللي بيهتم بالجوهر مش بس بالمظهر. في راجل كل اللي يبهره في الست ما شكلها جسمها جمالها الميك اب اللبس. لا الست بتحب اللي يحبها لشخصها ولذاتها مش بس لمظهرها. ودي نقطه مهمه جدا. ونقطه تانية جد بتحبها الست جدا هي الدعم والتشجيع. هي مثلا بتعمل دراسات، هي عندها طموح معين، هي عايزه تبقى مذيعه في التلفزيون، فالراجل يقدم لها الدعم ويشجعها ما يحبطهاش ويكسر مقادفها. ودي نقطه مهمه جدا 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 الستات بتحبها وبتشيلها لك قوي فوق راسها. ايه تاني بتحبه الست من الراجل يا جهاد؟ الراجل اللي هو بيبقى منطقي في تطلباته. شفت أيوه. انا جبت لك العنوان أيوه. جبت لك من الاخر أيوه. منطقي في تطلباته. والله في بتبقى تطلبات يعني هو قاعد في البيت بيطلبها بتبقى غير منطقيه. يعني ممكن تكون خلاص هي يعني تعبانه طول النهار والساعه واحده يصحيها قومي يعني سولنا البطايه اللي في الفريزر. والله في ناس غريبه قوي أيوه يعني بتطلب بجد في اوقات غير مناسبه. في ناس اتطلقوا مره عشان يقول لها قومي اسلقي لي لحمه الساعه 1 بالليل وهي مش عايزه تنام. يعني احنا بجد والله العظيم ممكن حد يسمعني يقول ايه في حد بيعمل كده. والله في ناس بتعمل كده يعني بتطلب حاجات في اوقات غير مناسبه. يعني اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. فما تطلبش حاجه في مش في غير وقتها او تطلب منها حاجه تعملها بطريقه بدنيه وهي بتبقى يعني الست ضعيفه ما وبيبقى متكل عليها قوي ان هي تعمل الشغل ده. خلاص احنا شكلنا كده لا خدي راحتك كملي.
فانا يعني حابه اللي يبقى الراجل يبقى رحيم بيها. وانت اختاري الراجل اللي رحيم بيكي، هتعرفيه والله في فتره الخطوبه. يعني انت لو في فتره الخطوبه شويه اختبارات كده خفيفه وتشوفيه هل هو بجد رامي الحمل عليكي قوي، هل بيطلب منك حاجات، هل يعني مش في وقتها. يعني مثلا ممكن تلاقيه الراجل اللي مش منطقي ده تلاقيه برضو زياراته غير منطقيه، هتتعرف هو في فتره الخطوبه، تلاقيه جاي مثلا في ساعه متاخره. أيوة، يعني مش عايز نستقبلك واحسن استقبالك، تعال في وقت مناسب. لا في وقت مناسب، ويكون قبلها واخد ميعاد. ده الشياكه واللياقه بقى. وقبلها واخد ميعاد ويبقى ابو الذوق كده. صح كده، زي ما احنا بنتعامل معاكي انت الذوق كله. والله يا استاذه جاهد، ربنا يخليك. بنشكر جدا الساده المشاهدين على متابعتهم للبرنامج، وما زلنا بنطلب من المشاهدين اي حد عنده قصه نجاح عاطفيه او قصه نجاح في التعايش بين الرجل والمراه يسعدنا ويشرفنا ان هو ممكن يتواصل معانا ويدخل معانا في مداخله تليفونيه، او ممكن نستضيفه ويجي يقعد معانا هنا في البلاتو في الاستوديو في قناه الصحه والجمال على الهواء مباشره، ويعرض قصته دي او قصته في التعايش بينه وبين زوجته. ولو اي حد عنده مشكله او عنده موقف سلبي حصل في العلاقه برضه ممكن يقدر يعرضه، يبعته لنا تليفونيا او على صفحه البرنامج على فيسبوك بعنوان برنامج النص الثاني. وان شاء الله يعني مستمرين معاكم في استعراض العديد والعديد من المواضيع اللي تهم الرجل والمراه، وبنتكلم زي ما قلنا احنا بنرسل رساله سلام للاسر المصريه. صح جيهان؟ صح مظبوط. واحب اختم الحلقه بايه قرانيه في سورة الروم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وأحلى ختام كلمات الله عز وجل وكتاب الله عز وجل. ويعني نختم حلقتنا بالآية القرآنية العظيمة دي، وإن شاء الله على وعد باللقاء يوم الثلاثاء القادم الواحدة ظهرا، ونتواصل معاكم في حلقة جديدة من برنامجكم النص الثاني.